واحسب كوسينوس اكس وطانجنت اكس، علما ان سينوس اكس يساوي 3 على 5. اذا لحساب كوسينوس سنستعمل العلاقه التاليه، اذا لدينا كوسينوس اكس او كاري زائد سينوس اكس او كاري يساوي 1، يعني ان كوسينوس اكس او كاري يساوي 1 ناقص، اذا نقوم بتحويل السينوس الى الطرف الاخر مع تغيير اشاره، ناقص سينوس اكس او كاري، فنحصل على 1 ناقص، اذا السينوس اكس هو يساوي 3 على 5، 3 على 5 اس 2 تساوي 1 ناقص، اذا 3 على 5 اس 2 تساوي 9 على 25. ثم نقوم بتوحيد المقام، مقام 1 فهو 25، يعني ان نضع مكان 1 25 على 25 ناقص 9 على 25، فنحصل على 16 على 25. إذن هنا قمنا بحساب كوسينس إكس أو كاري. إذن نعلم أن كوسينس إكس محصور بين 0 و 1، يعني أن كوسينس إكس أكبر من 0، إذن كوسينس إكس يعني يمكن كتابة كوسينس إكس يساوي جذر 16 على 25، وبالتالي كوسينس إكس يساوي 4 على 5. ثم نقوم بحساب طنجنت إكس، إذا نستعمل العلاقة التالية، لدينا طنجنت إكس يساوي سينوس إكس على كوسينس إكس، تطبيق عددي، إذا لدينا سينوس إكس فهو يساوي 3 على 5، ثم كوسينوس إكس يساوي 4 على 5 يساوي 3 على 5 ضارب مقلوب 4 على 5 وهو 5 على 4، ثم نختزل ب 5 فنحصل على 3 على 4.